النهارده هشارك معاكم فكره من الافكار اللي لما الواحد بيجربها بيحس قد ايه بتوفر وقت وبتبقى عمليه وسريعه للاوقات اللي احنا عايزين فيها، يا اما ابيتايزر اكله تتقدم جنب اكل تاني هياخد وقت اكتر، بس عايزين نقدم اطباق جانبيه سواء مثلا اي ميلاد، حفله، اي تجمع وعايزين تزودوا الاكل شويه وحاجه ما تاخدش وقت كتير وما نعملش فيها عجينه من الصفر، او تنفع كوجبه سريعه لو حد مكسل يعمل اكل من الصفر او يعمل بيتزا من الاول وعجينه وتخمر والحاجات دي. الاتنين بيطلع طعمهم حلو جدا، وبالرغم من ان هم مفهومش مجهود كبير بس هيكونوا اول حاجة هتخلص على السفر. اول واحدة هنعملها نعمل البوتس او القوارب بتاعت البيتزا اللي انت شفتوها في الاول دي، وعشان اي حاجة يبقى طعمها بيتزا حلو محتاجة صلصة طماطم حلو. فنجهز الاول صلصة الطماطم بتاعتنا، حطيت شوية زيت زيتون وهزود عليهم توم ومهدية النار في الاول علشان انا عايزة زيت الزيتون والتوم النكهات بتاعتهم تدخل مع بعض كده، عايزة الزيت الزيتون يجيت انفيوزد بنكهة الثوم يبقى طعمه وريحته حلو من غير ما الثوم يتحرق. هزود كمان شوية فلفل أحمر تشيلي فليكس أو فلفل أحمر حار، وهقلبهم مع بعض لحد ما يبدأ لون الثوم يبقى ذهبي فاتح وريحته تملى المكان كده. هزود عليه الطماطم بعد ما أكون ضربتها في الخلاط، لو مستخدمين طماطم فريش أو معلبة اللي انتوا عايزين، لو فريش طبعا اللي انا مستخدماها مقشره ومعلبه بس ضربتها في الخلاط، لو فريش طبعا عدوها على مصفى نصفي منها القشر. قلبتهم مع بعض وهزود شويه ملح، وعندي هنا اوريجانو وعندي ريحان مجفف، انا هحط الاثنين ريحان مجفف وريحان فريش كمان لانه بيخلي صلصه الطماطم طعمها حلو جدا، وطبعا شويه فلفل اسود كويسين. زودت كمان الريحان فريش وههدي النار وهسيب الصوص بالراحة على جنب، لو عندكم مصفى او حاجة ممكن تغطوه بيه، ونسيبه لحد ما يتقل قوامه يتقل شوية. لما بتهدوا عليه النار وتديله شوية وقت بيبقى طعمه حلو قوي. وعلى فكرة الصلصة بتاعت البيتزا دي ممكن تحضروها كمان بكميات وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها تستخدموها مع بيتزا او باستا او اي حاجة على السريع، وممكن كمان تستخدموا المعلب الجاهز لو انتوا عايزين تختصروها اكتر، بس اللي في البيت بيبقى طعمها احلى بكتير. هاخد بقى العيش بتاعي، انا استخدمت العيش الكبير ده، ينفع تعملوه باي نوع عيش انتوا بتحبوه، ينفع بالفينو الصغير، ينفع بفلات بريد العيش المسطح، اي نوع عيش انتوا حابينه او باجيت اي حاجه. قسمت الرغيف بالنص بالطول زي كده، وبعدين هدهن بشويه زيت زيتون، احط مسحه زيت زيتون خفيفه على العيش من فوق وادخله الفرن عشان ياخد تحميره خفيفه جدا من فوق قبل ما نحط صلصه الطماطم عليه، وده بيخلي العيش ما يمتصش صلصه الطماطم اللي احنا هنحطها، ونكهه زيت زيتون شويه القرمشه بتليفيت الطعم كمان. ما بسيبهاش تتحمص قوي، طلعتها زي ما هي لونها فاتح كده زي ما انتم شايفين، يا دوب بس اتحمرت من الاجناب، وهفرد بقى عليها صلصه الطماطم بعد ما تركز. حطيت على الوش كمان شويه جبنه موتزاريلا مبشوره، واي توبنجز بقى انتوا بتحبوها البيتزا، انا حطيت فلفل زيتون وفلفل كمان حار وبيبروني من الصغير، اي لحوم عندكم، اي فراخ مطبوخه، شريمب، تقدروا تعملوا نكهه البيتزا اللي انتوا عايزينها. وزعت التوبنجز بتاعتي كلها بالتساوي على الوش، وطبعا ما فيش عجينه تستوي ولا اي حاجه، العيش مستوي اوريدي، فكل اللي احنا عايزينه اللي فوق دول يسخنوا شويه والجبنه تسيح. تقدروا حتى تفتحوا بس البرويلر من فوق وتخلوها في النص علشان تسيح بالتساوي وتاخد لون ذهبي خفيف. وده شكلها اول ما طلعت من الفرن، الجبنه ساحت واخدت تحميره خفيفه، وبقطعها زي ستيكس كده او قطع وتتقدم، ممكن تحط جنبها اي صوص بتحبوه. تاني واحده هنعملها هنعمل جارليك بريد، وبرده مختصر وسريع نفس الفكره. الرغيف التاني قسمته هو كمان بالنص، وقطعت شويه من البصل الاخضر وشويه من البقدونس، وعندي هنا زبده طريه مطلعاها قبلها بشويه بالثلاجه، فطريه زي ما انتم شايفين بتفرد معايا. هزود عليها كمان معلقه من، ممكن تحطوا لبنه او تحطوا جبنه كريمي اللي انتم عايزينه، وكمان شويه من البصل الاخضر والبقدونس اللي احنا فرمناه، وكميه توم بقى يعني على قد ما تقدروا على قد ما تحبوا. حطيت توم كتير، كام فص كده كتير فرمتهم، ونقلب كل حاجه مع بعض. واخر حاجه برضو انا بحب نكهه زيت الزيتون جدا، والتانيه بتاعت الجارليك بريد دي ما كانش فيها زيت زيتون، فحطيت كمان معلقه كبيره وقلبت كل حاجه مع بعض، وكده الخليط بتاعي جاهز ان انا افرده على العيش التاني.
نفس الكلام، قسمت الكمية على الاتنين وفردتهم. وهرش جبنة موتزاريلا على الوش عشان تسيح هي كمان، ودخلتها الفرن. بتسيبها في الفرن ممكن درجة حرارته 200، حوالي 10 او 15 دقيقة. وممكن لو ما كانتش اتحمرت من فوق كفاية تفتحوا الشواية من فوق علشان تاخد لون والجبنة تسيح زي كده. وبس خلوا عينكم عليها عشان بتتحرق بسرعة، مفيش اي حاجة تستوي في الموضوع فما بتاخدش اي وقت. واحسن حاجة طبعا تتقدم وهي دافية، يعني حتى لو بتجهزوا اكل تاني وعزومة وعاملين دول على جنب، خلوهم في الفرن وهو مطفي شوية عشان تبقى لسه الجبنة سايحة وكل حاجة طعمها حلو كده ساعة ما تتقدم. وده اللي بالثوم دي بقى ريحتها رهيبة، طعم الزبدة والثوم والأعشاب اللي احنا حطيناها كل حاجة فيها خطيرة. جربوا الطريقة دي وقولي رأيكم فيها. بالهنا والشفا مقدمة لكل اللي هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.